ودرج. لكن ديما احنا السؤال هذا نطرحوه على اخذي القرار، هل هما قاعدين ياخذوا في القرارات اللي مش حقيقه باش تخلينا لوجيستيا على الاقل او قانونيا نكونوا حاضرين انتخابات بلديه ولا لا؟ الانتخابات البلديه هي جزء صغير من مفهوم اكبر اللي هو اللامركزيه، اللي هو يبدل في النظام السياسي في تونس، نظام يقربه اكثر من المواطنين، ونظام وعد به الدستور وطالبوا به الناس من 2010 ل 2011 ومن قبل. هل اللامركزية تعني انه احنا باش نلغيو السلطة المركزية؟ لا، لكن هذا باش يعني انه الخدمات باش نقربوها للمواطنين، اخذ القرار باش نقربوه للمواطنين، باش نخليو اكثر فرصة للسلطة المركزية انها تركز على استراتيجيات الوطنية. باش نرجع لسؤال حاضرين ولا لا الانتخابات البلدية، فما عدة مراحل المجتمع المدني يحكي عليها من اول العام او من بعد مصادقة على الدستور اللي هي كانت لازم تصير، اللي هي منها لامركزية القضاء او لامحورين مازلت فماش اتفاق عليها، اللي هي الإطار القانوني يتبدل مجال الجماعات المحلية ومدامونية تحكي عليها، لكن أنا نحب نحكي على الفصل 175 المكرر اللي هو أحدث ضجة كبيرة. النيابات الخصوصية هي شنية في البلدية؟ النيابات الخصوصية هي عبارة على مجلس بلدي نفس الصلاحيات عنده ونفس المسؤوليات، لكن هو غير منتخب. في القانون الحالي اللي موجود يقول لك إنه في حالة حل مجلس بلدي أو استقالة مجلس بلدي لازم يعوض بنيابة خصوصية باش ما يكونش فما فراغ سياسي، يعني أخذ القرار في البلديات يستمر كما هو موجود، لكن نيابات خصوصية هذه تعوضه إلى أن يتم تحضير إلى انتخابات بلدية. نعرف أنه بعد الثورة تم حل معظم المجالس البلدية، تم حلها لأسباب كلنا نعرفوها، أنه ما كناش نجمه بالحق نحكيه على انتخابات بلدية يدور قبل 2011 إلا في بعض البلديات، فتم حل معظمها وتعويضها بنيابات خصوصية. النيابات الخصوصية هذه يحددها أمر حكومي، يعني هي عبارة عن قرار تقوم به السلطة التنفيذية. شكل النيابات الخصوصية تبدل من 2011 إلى 2016-2017. في 2011 كانت الانتخابات النيابات الخصوصية معظمها تتم عن طريق اتفاق بين الأشخاص محلياً والموافقة متاع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي نوعاً ما، ومن بعد الحكومة هي اللي تسميها. ولينا نلاحظوا انه كل ما تتبدل حكومه، بما انه هو امر حكومي او قرار يجي من السلطه التنفيذيه، كل ما تتبدل حكومه تجي معاها دوره من تغيير برشا نيابات خصوصيه، الى ان وصلنا انه فما بلديه توصل تتبدل النيابه الخصوصيه فيها اكثر من 5 مرات. خلينا نقولها احنا توا، يعني نقولها بصراحه تامه، انها تكونت في اطار محاصصات حزبيه، يعني كل حزب يقدم المرشحين نتاعه في النيابات هذه، وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أيضاً تم، معناها كل نواب متاع جهة يتم بيناتهم نقاش كبير على النيابات الخصوصية هذه. به جينا في التنقيح متاع القانون الانتخابي صار زاد نقاش كبير على النيابات هذه. هو الهدف شنو من تغيير النيابات؟ غيرها بعمدة ولا بمعتمد ولا بوالي؟ الأوبجيكتيف شنو؟ الأوبجيكتيف هي ضمان حياة النيابات الموجودة حالياً اللي هي باش توصلنا للانتخابات البلدية، ضمان الحياة به دونزون لوجيك نتاع وضعية عادية. نقول انه مسؤول اداري معتمد ولا كاتب عام ولاية ولا معتمد اول نتاع ولاية يمسك هو بالنيابة الخصوصية دونزون لوجيك نتاع بيريود مرحلة عادية وفيها استقرار مؤسسات واستقرار سياسي، يعني مسألة تنجم تكون مقبولة وذات جدوى. ولكن واقع الحال نتاعنا احنا شو نقول اليوم؟ احنا نحينا النيابات الخصوصية على اعتبار انها هي فيها محاصصات حزبية، وهذا هو كان النقاش راه في داخل مجلس نواب الشعب، فما حتى شكون من النواب وهذا موجود في المداولات وفي الجلسة العامة قالوا انه 2011 خرج مشهد سياسي، الانتخابات 2014 خرجت مشهد سياسي اخر، دونك النيابات الخصوصية الموجودة في الجهات يلزمها تتوائم وتنسجم مع المشهد السياسي الجديد او التوازنات السياسية الجديدة. الإدارة البلدية لازم كيف لازم تطلعوا في المستوى نتاعها ولازم إعادة التأهيل نتاعها باش تولي تواكب ما جاء بالدستور 2014 ونوصلوا معناها تكامل ما بين المجلس البلدي المنتخب وما بين الإدارة اللي هي باش تكون جهاز تنفيذي للشأن المحلي. توا هذاك علاش تم في القانون الانتخابي الانتخابات والاستفتاء تم التنصيص على أنه تتولى الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية البت في الطعون المتعلقة بالترشحات.
وكنقولوا ترشحات معناها انه في سبتمبر المحكمة تكون جاهزة، لأن الترشحات تدعون في الترشحات تبدا حوالي تقريبا 5 سبتمبر تبدا والاجل قصير. احنا السويت للشيء هذا تم طلبنا احنا من السلطة التنفيذية، طلبنا في عديد ولحينا في الطلب لانه الاجل قصير، لانه احنا ما كانش عندنا في البرنامج انه مش نعملوا محاكم، كان في البرنامج انه تم خلق المحكمه الاداريه العليا، ما عادش محكمه اداريه مجلس الدوله، ما عادش محكمه اداريه عليا كمؤسسه دستوريه، ثم محاكم جهويه. تم الاتفاق على انه في ميزانيه 2017 ثم خصوا 10 مليون دينار للمصاريف الطارئه على مستوى الميزانيه ككل. احنا طلباتنا كمحكمه اداريه فقط هي 8.2 مليون دينار لتركيز المحاكم. الماليه قالت انه ما عنديش فلوس بس نعطيكم ومعذوره، لكن احنا لقينا روحنا قدام الفتا كومبلي، لكن ما نعملوش احنا الاجراء هذايا، ما نجمش نعمل انتخابات، لان نبداو اليوم في تجهيز المقرات. في الحقيقه لقينا صعوبه في المقرات لانه لك مستكري مش تكون كلفه ماليه كبيره. وفي الحقيقه لقينا تعاون من كتاب الدوله للاملاك الدوله والشؤون العقاريه، وتحصلنا على اكثر من 8 مقرات من بين مقرات نتاع تجمع المنحل اللي مش ناخذوا المقرات هذه ونجهزها وتولي محاكم. لكن اوروزمو جات الانتخابات، اوروزمو انه النص نتاع الانتخابات نص على انه دوائر الجهويه، لانه هذا اللي سرع في احداث المحاكم. الاستاتيك نسبه كبيره من القضايا نتاع تجاوز السلطه مرتبطه بالبلديات، لانه ضد البلديات في رخص البناء في الهدم في نسبه تتجاوز 40% من القضايا المرفوعه في ماده تجاوز السلطه. الضمانة الوحيده اللي موجوده في الدستور هي رقابه لاحقه، معناها لازم تكون قضائيه، قضاء مالي والا اداري. فمحكمه المحاسبات رغم انه هذا قانون موجود في مجلس النواب الشعبي اثر بشكل مباشر علينا احنا، فصحيح شويه من السلطه التنفيذيه لكن زاد من السلطه التشريعيه، باش فما برشا اصلاحات نقولوا الحمد لله انتخابات البلديه جات باش تدفع بها، لكن فما اصلاحات بديهيه قالها الدستور. عضو تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية يعني بلديات وجهات، طبعا احنا نحكيو على والبلديات والمركز، نحكيو على بلديات والمركز للمحكمة الإدارية العليا، لكن البلديات والبلد مثلا بلدية بجنب بلدية، شكون المسؤول انه هو شكون المسؤول على الشارع هذا، ولا شكون المسؤول انه يرمم المعاهد خلينا نقولوا الاختصاصات خاصة في مبدأ التفريع، التفريع شو معناه؟ يقول لك الأقرب والأجدر هو اللي يقوم بالشيء هذا. لازم القضاء يفصل في هذا الشيء. في مشروع مجلس الجماعات المحليه رينا حاجه غريبه جدا اللي هي اسمها لجنه المصالحه، يعني كلمه المصالحه ترجع لنا في قانون المصالحه وفي مجلس الجماعات المحليه اللي هي لجنه ما عندها حتى دخل بالقضاء، هي فيها الوالي وفيها ممثلين على السلطه التنفيذيه اللي هم باش ينظروا شكون المختص بالسيرفيس هذا اللي احنا كمواطنين انتخبنا ناس باش يقوموا به. والحكومات لقات روحها بالسيف لانه ما عندهاش موارد اخرى، اذا ما تقترض ولا كان تقترض بطبيعه الحال هذاك قانون الاقتراض يلزمك اللي باش تقترض منه باش يعطيك شروط، ماهيش شروط طلبنا وتو زلنا نطلبوا. وفي بالكم الاخر مره تصادقوا على الترانش الثاني اللي هي كان ما تصرفتش الترانش الثاني، انه ثم فراغ كبير في الميزانيه نتاع 2017 اللي ما نجموش نمولوه بالموارد الذاتيه نتاعنا باللي نعمل.